الأفكار هذه في إطار نادي الفارابي، والحل المتعين كمربي في المدرسة الإعدادية أنه تكون ثورة حقيقية في بلادنا على المستوى التربوي، لأنه فعلا أنا نحس أنه بلادنا قامت فيها ثورة بمفاهيم مختلفة، والميدان التربوي ما قامتش فيه ثورة كما يلزم. الثورة تكون من الولي حتى وصولا إلى أعلى سلطة الإشراف في إطار سياسة الدولة كاملة، وهالسياسة هذه تعتمد أساسا على معناها مبادئ سياسية سابقة في عهود سابقة أدت معناها ضريبة كبيرة ياسر لأجيالنا، وخاصة تو نتيجة كبيرة نشوفوا فيها على المستوى الوطني. يقول لك معطلين عن العمل، هم معطلين عن طريق معناها تسلسل متاع منظومة كاملة هم مشاركين فيها، هم اندمجوا فيها وهم اللي تقبلوا معناها طريقتها، وخاصة نحكي خاصة عن 25% متاع البكالوريا هي قرار سياسي. مثلا حلمي أن نتنحر 25% متاع البكالوريا، كيف ترجع المناظرات في الابتدائي اساسا سادسه ابتدائي، ما نحكيوش على تاسعه كان فما سادسه، لكن كان فما سادسه على الاقل فما تاسعه اساسا، ثم الباك ترجع لقيمتها الاصليه. علاش شهادتنا البكالوريا مثلا تلامذتنا كانوا يخرجوا للمغرب الاقصى ما يطالبوهمش بمعادله الشهاده، تو التلميذ التونسي يطالب بمعادله شهادته العلميه شهاده البكالوريا باش ينجم يدخل الكليه في المغرب الاقصى. هذه معناها تعتبر فضيحه، وجامعاتنا قاعده تترتب في ترتيب معناها متدني جدا على المستوى الافريقي مش على المستوى العالمي، هذا كله نتيجه منظومه متهالكه كان المفروض ان تقوم فيها هي الثوره الاصليه والفعليه. لكن لحد اليوم واني نطلب من جميع اللي باش يشاهدوا هالكلام هذا من اولياء من تلاميذ من مربين من اساتذه من مسؤولين انه فعلا تكون الفكره الاصليه هي ثوره في الاوساط التربويه على مستوى وطني، وشكرا لكم.